دخلنا منذ قرابة 10 شهور في هذه الأرض بوضع الحجر الأساسي الأول لانطلاق أعمال تشييد محطات الطرق السريعة. وها نحن اليوم بفضل الله نجتمع مجددا للاحتفال بإتمام إنجاز هذه المحطات. كان ذلك الاحتفال بوضع الحجر الأساسي في حضور كل من السيدة الوزيرة وزيرة التجهيز والسيدة المديرة العامة لشركة توصيل طرق السيارة مدام سهام، وتزامن وضع الحجر الأساس مع افتتاح السيد الرئيس السعيد لطريق السيارة اللي هي الجزء المتبقي مع الحدود الليبية إلى رأس الجدير. إذا نحن نطلق اليوم بعد عمل شاق حقيقة منذ 10 سنوات متكافل شاركت فيه كل الجهات بدون استثناء. أقدم شكري أيضا لكل الهيئات اللي تابعة للدولة التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تسريع كل ما له علاقة بالتراخيص من أجل إنشاء المحطات، كذلك التوصيلات المهمة مياه كهرباء وغيرها. فلذلك إن هذا الإنجاز يعد جزءا كبيرا من استراتيجية مجموعة أورال إنرجي القابضة للتوسع في الاستثمارات والمساهمة في تحسين مستوى البنية التحتية وتقديم خدمات تلقى لتطلعات زبائننا. يأتي هذا المشروع بالتأكيد في سياق الالتزام الذي لدينا مع الشركة التونسية لطرق السيارة لإنشاء 6 محطات. الحقيقة دخلنا في عطاء منذ العام 2018 وتمكنا من الفوز ب6 قطع أراضي. كانت البداية هي إنجاز محطتين في الموقع 252 اللي احنا حاليا فيه، وما زال لدينا إن شاء الله 4 مواقع أخرى، موقعين اللي هم 109 والثاني هو 352 تقريبا. وبالتأكيد يتزامن افتتاح هذه المحطة مع انتهاء مهمتي في تونس. حقيقة هذا أمر مهم لازم نقوله، تخرج نقدي من تونس، ولكن كانت مناسبة طيبة اللي ممكن نعرفكم فيها على المدير العام، ونحن بالتأكيد على ثقة تامة إن علاقتنا المتميزة مع شركة تونسية لطرق السيارة سوف تستمر، بل بالعكس سوف تزدهر وسوف تتطور، وإن شاء الله نحقق الالتزامات وننجح في شراكتنا بشكل أكبر. باش نبدا سر المداخلة تاعي لتقديم سريع لأدوار إنجاز مشروع تركيز محطتي الاستراحة ولا إنرجي فاكس عقارب على مستوى المدة الكيلومترية 252، المحطة الغربية اللي احنا فيها والمحطة الشرقية. تم تشييد هذا المشروع على قطعتي أرض تبلغ مساحة كل واحدة منها حوالي 30,000 متر مربع، بينما تم بناء المحطات على مساحة جملية تبلغ 20,000 متر مربع للمحطة الواحدة، تتكون أساسا من محطة لتخزين وتوزيع المحروقات، مبنى عصري اللي احنا فيه توا دور الاستراحة يوفر عديد الخدمات، بيت صالات، منطقة خضراء مخصصة للأطفال، وموقف للشاحنات والعربيات الخفيفة مزود بنقطة شحن للسيارات الكهربائية. نبدأ نحكي دونك على محطة تخزين وتوزيع المحروقات. هذه المحطة تم إنجازها طبقا للمعايير التكنولوجية الجارية بها العمل على الميدان العالمي، حيث تم تركيز أحدث التقنيات على مستوى الخزانات. الخزانات الموجودة للناس اللي ستورج تانك أندر جراوند تانك من نوع بوليوريتان كوتينغ تكنولوجي صممت بتقنية عزل بطارية بغرض ضمان السلامة البيئية، وهي مجهزة أيضا بنظام القياس الإلكتروني. تم أيضا تركيب الأنابيب البترولية ذات أعلى درجات المقاومة من نوع بوليتيلين ثيرموبلاستيك، إضافة إلى إرساء نظام كهربائي محكم وملائم لتشغيل محطة الشحن السريع للسيارات الكهربائية، والقاء على تقنية الطاقة الفوتوفولتية بالنسبة للإنارة الداخلية والخارجية. توفر المحطتين سعة تخزين جملية تقدر ب 300,000 لتر للمحطتين، 150 متر مكعب للمحطة الواحدة. تحتوي أيضا على مجموعة 10 مضخات للوقود، 10 مضخات مع 5 مضخات في كل محطة ذات تكنولوجيا عالية من حيث سرعة التدفق، حرصا على خدمة الحريم في أفضل الظروف وفي أسرع وقت ممكن. تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه كل الهيكل المعدنية وكذلك اللافتات الخارجية الخاصة بالشركة طبعا لما يسبب النوسيانتيك يعني ساينج باك بالنسبة للمحطتين قد تم تصنيعها بالكامل بطاقات تونسية، وذلك تشجيعا من جروب ولا إنرجي وشركة على الدعم المؤسسات الصناعية المحلية ذات الخبرة والجودة العالية.
تم ايضا تركيز وهي حاجه جديده يعني تم تركيز تكنولوجيا المحطه الذكيه وما يسمى بالسمارت سيرفيس ستيشن في زوج محطات التي تمكن الفريق التقني والتجاري باداره كل الجوانب المتعلقه بالمحطه بما في ذلك عمليه استقبال المنتج المراقبه الاليه للمضخات وخزانات الوقود مراقبه المخزون والمبيعات وكذلك امكانيه تغيير الاسعار عن بعد بصفه حينيه. بالنسبه للمبنى الرئيسي اللي احنا موجودين فيه فقط تم تاسيس مساحه جوليه تقدم 1640 متر مربع تم توظيفها طبقا للمقتضيات الفنيه والهندسيه المتفق عليها مع شركه تونس لطرقات السياره. وقد عملنا على تركيز كل التكنولوجيات المستجدات التي توفر كل سبل الراحه للحريف مع الحرص التام على الامتثال لكل مقتضيات السلامه والمحافظه على المحيط والاقتصاد في الطاقم بما في ذلك نذكر ارساء نظام تكييف هوائي ذكي قائم على جهاز ضغط اوتوماتيكي تقنيه عزل حراري على مستوى الاسقف للبنايه الكل تثبيت التجهيزات الصحيه باعتماد تقنيه الاشعه تحت الحمراء يعني سيستم اونتريز تعميم تقنيه لا تكنولوجي وذلك بالنسبه لشبكات الاناره الداخليه والخارجيه للمحطتين هذا هو دونك بصفه سريعه.